دلوقتي خلينا نروح نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فوزارة الداخلية هتبدأ في السماح لطلاب الثانوية العامة والأزهرية بسحب كراسات التقديم للمعاهد الفنية الصحية الشرطية، وأعلنت وزارة الداخلية البدء في قبول دفعة جديدة للطلبة الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية ذكور وإناث بالقاهرة والإسكندرية للعام الدراسي 2023-2024 من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمي علوم أو الشهادة الثانوية الأزهرية علمي من الذين يجتازون الاختبارات المقررة. النهاردة هيبدأ العمل بالأوكازيون الصيفي 2023 والمدة شهر، وكلفت الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات لتيسير مشاركة المحلات التجارية في الأوكازيون الصيفي في إطار الحرص على توفير المنتجات بأسعار مخفضة، وأيضاً العمل على تنشيط حركة المبيعات، وسيتم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة ومديريات التموين بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق طوال فترة الأوكازيون للتأكد من طرح منتجات جيدة وبالأسعار المعلن عنها. النهاردة هيبدأ الأقباط الأرثوذكس صوم العذراء مريم بالإضافة إلى الأقباط الكاثوليك في صعيد مصر، وده لمدة 15 يوم تنتهي 22 أغسطس الجاري. وتعد الكنيسة الأرثوذكسية لصوم العذراء مريم برنامج روحي وعظات كل يوم وقداسات يومية أيضاً في بعض الكنائس.